الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذا هو المجلس الثالث عشر في عصر اليوم الرابع عشر من شهر رمضان لعام 37 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، تعليق شيخنا على كتاب فتح الرحيم الملك العلام في علم العقائد والتوحيد والأخلاق والأحكام المستنبطة من القرآن، من تأليف الشيخ العلامة عبد الرحمن ابن ناصر ابن عبد الله السعدي رحمه الله. قال المصنف رحمه الله: الحكيم، أي الموصوف بكمال الحكمة وبكمال الحكم بين عباده. فالحكمة هي سعة العلم والاطلاع على مبادئ الأمور وعواقبها، وعلى سعة الحمد حيث يضع الأشياء مواضعها وينزلها منازلها، ولا يتوجه إليه سؤال ولا يقدح في حكمته مقال، فله الحكمة في خلقه وأمره. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ذكر المصنف رحمه الله اسما عظيما من أسماء الله عز وجل الحسنى، وهو اسمه الحكيم. واسم الله الحكيم من الأسماء المتفق عليها بين أهل العلم، وهي معلومة لدى الخاصة والعامة من المسلمين، أن الله سبحانه وتعالى من أسمائه الحكيم، وهو متصف بالحكمة البالغة. والحكيم دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة، فيذكر منفردا ويذكر مع العلم ويذكر مع العز والعزيز. فمن ذلك قول الله عز وجل في خبره عن الملائكة: قالوا سبحانك لنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الله عز وجل: وكان الله عليما حكيما. واقترانه بالعزيز كما في قوله: فإن الله عزيز حكيم، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فالحكيم ورد منفردا ومقترنا بالعزيز وبالعليم. والحكمة، الحكمة عرفت بتعريفات كثيرة عند أهل العلم، ولكن التعريف الضابط لحقيقة الحكمة هو تعريف من عرفها بأنها وضع الأشياء في مواضعها، وضع الأشياء في مواضعها. وسبق كتابة رسالة في الحكمة، ذكرت فيها جملة من الأصول في الحكمة، الشواهد، تطبيقات للحكمة، وهي موجودة على الموقع. الحكمة ترجع إلى ركنين. الركن الأول هو مراعاة الفوارق، مراعاة المفارقات بين الأشياء. والركن الثاني هو تنزيل الأحكام بحسب هذه المفارقات. لو تأملنا كل الشواهد التي ذكرت في الحكمة نجد أنها ترجع إلى هذه الأشياء. وضد الحكمة هو عدم مراعاة الفوارق التي تقتضي التفريق بين شيء وشيء، ثم تنزيل الأحكام بحسب هذه المفارقات. وهذه القاعدة يستفيد منها المسلم في حياته اليومية وفي سائر علاقاته وفي عبادته لربه. فإن أكثر أخطاء الناس ترجع إلى الاشتباه،
ويدل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان بن بشير، الحديث في الصحيحين، وهو أصل عظيم في باب الحلال والحرام. قال: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. لاحظوا من أين جاء الخطأ؟ من الاشتباه. العلماء رحمهم الله وجزاهم الله عنا خيرا كتبوا في العلم وأوعبوا فيه إعابة، وما تركوا بابا من أبواب العلم إلا كتبوا فيه، ومع هذا يوجد بينهم اختلاف. العالم لا يجهل، ولكن أكثر أخطاء العلماء ترجع إلى اشتباه المسائل بعضها ببعض. فإذا وجد الاشتباه في الركن الأول حصل التنزيل الخاطئ بحسب عدم مراعاة هذه الفوارق. ولهذا ينبغي للمسلم أن يراعي الركن الأول ابتداء في كل معاملة وفي كل شيء، ثم تنزل بعد ذلك الأحكام بحسب هذه المفارقة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو الخبير بالعلم وبالعلماء وباختلافه، يقول: وكثيرا ما يظن أن الشيء كالشيء أو هو هو، وليس الأمر كذلك. كثيرا ما يظن أن الشيء كالشيء أو هو هو. في القياس يقاس شيء على غير أصله، ولهذا ذم كثير من أهل العلم القياس ليس لأصله. القياس ليس بمذموم لأصله، لأن القياس ورد في القرآن والسنة وهو صحيح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الثواب، قال: وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، أيقضي أحدنا شهوته ويؤجر فيها؟ قال: أرأيتم إن وضعها في حرام ألا يأثم؟ قالوا: نعم. قال: كذلك إذا وضعها في حلال. هذا قياس. فالقياس لا يذم لأصله، لكن لكثرة من يقع في تنزيل القياس على غير منازله الصحيحة. الناس الآن يتمدحون بالعقل والحكمة. العقل يعرفه العلماء بأنه التمييز، التمييز الذي يميز بين الأشياء عاقل، ولهذا يقال في الصبي غير المميز، لا يميز بين الأحكام ولا يميز بين الأشياء. فإذا بدأ هذا الصغير في التمييز يخاطب بالشرع: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. لكنه إلى الآن ما اكتمل عنده التمييز، فإذا بلغ البلوغ أصبح مميزا. جاء التشريع يخاطب هذا الغلام في هذا السن. المجنون رفع عنه القلم، لماذا؟ لأنه لا يميز. كذلك النائم. فهذا دليل على حكمة الله في أن الركن الأول من أركان الحكمة هو العقل، ولهذا أول ما ينشأ المتعلم ومن طلب العقل والحكمة يكون عاقلا، ثم يتدرج فيكون حكيما. إذا ضبط الأمر الأول استطاع بعد ذلك أن يتنبه للمفارقات. هذا في كل أحوال الناس. بعض الناس لا يفرق إذا جلس في مجلس، هل يخاطب طلاب علم أم علماء، هل يخاطب رجال أم نساء، هل يخاطب وجهاء أم عامة، هل في المجلس كبير في السن يحتاج أن يراعى، أم أن المجلس مجلس أحداث وطلبة يتلقون.
فالذي لا يراعي هذه المفارقات في كلامه وفي مجالسه في معاملة الناس سيقع في أخطاء كبيرة. وهذا جاءت به السنة: أنزل الناس منازله. وكان إذا دخل على النبي صلى الله عليه وسلم الوفد تكلم الكبير وقال: كبر كبر. هذه من الحكمة. كذلك طلاب العلم الآن في دراستهم كثير منهم لا يميز بين واجب ومستحب، تجد الطالب يخوض في العلم ويتنقل من كتاب إلى كتاب لا يدري ما يريد وإلى أي حد يصل، فلا يحصل الفقه. يجب عليه أن يضبط، يراعي المفارقات بين الواجب والمستحب ويبدأ بالواجب، والواجب لا يؤخذ جملة، يبدأ بالأصول، والأصول لا تؤخذ من بطون الكتب الكبيرة، تؤخذ من المختصرات، والمختصرات لا يمكن أن تفهم على وجهها، يرجع للعلماء، والعلماء لا يتساوون في العلم ولا يتساوون في التخصصات ولا يتساوون في طريقة عرض المعلومات ولا يتساوون في الحرص على الطلبة، فيختار كتابا يناسبه ويختار شيخا يناسبه ويبدأ بتعلمه على هذا التدرج، ثم ينتقل إلى ما هو أوسع من العلم بعد أن يضبط أصول العلم، ينتقل إلى ما هو أوسع، وهكذا حتى يضبط العلم الواجب، بدءا بالتوحيد، سائر مسائل الاعتقاد، سائر الواجبات، أركان الإسلام الخمسة، فيكون عالما بالشرع. لو عمل بعلمه دخل الجنة. ثم بعد ذلك يبدأ في معرفة العلم المستحب ويتدرج فيه بحسب أيضا مراتب المستحبات، فيبدأ بما شرع الله من العلم المستحب بالصلاة. ما هي الصلوات النافلة؟ ما الذي شرع لنا؟ ما الذي يؤدى في الليل وفي النهار؟ هل هذه السنن على مرتبة واحدة؟ لا، السنن الرواتبة أعلى مراتب درجات المشروعية في المستحبات في الصلاة، ثم يليها قيام الليل، ثم بعد ذلك يراعي النفل المطلق، هذا ما رتب، سنن الرواتب وقيام الليل تؤدى مع المداومة عليها، وهكذا ينتقل للنفل المطلق كصلاة الضحى والصلاة بين الأذان والإقامة والصلاة عند الوضوء إلى غير ذلك مما شرع في الصلاة. ينتقل للصوم، ما هو الصوم المشروع؟ ما هي الأيام التي كان يداوم عليها النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا هو العلم. وإذا أخذ العلم بهذا التدرج ينفعه الله بهذا العلم في وقت يسير، فيقطع مرحلة كبيرة في العلم. تسمعون عبارة مؤصل في العلم وغير مؤصل. ما معنى مؤصل؟ مؤصل درس المسائل بأصولها، عرف المشروع وعرف الممنوع وعرف درجات المشروعية وتدرج في هذا. علم مؤصل يرجع إلى أصول شرعية. هكذا في الدعوة إلى الله، الدعوة تحتاج إلى حكمة، لا بد أن يراعي الداعية أحوال المدعوين. المدعوون ليسوا على درجة واحدة. إذا قلنا المدعوين من يخاطبون بالدعوة، والذين يخاطبون بالدعوة يدخل في جملتهم الكفار وأهل البدع وأهل المعاصي، كلهم مقصرون في الدين. فدعوة الكفار غير دعوة أهل البدع، ودعوة أهل البدع غير دعوة أهل المعاصي. ومما يدل على الحكمة في ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب،
هذا دليل ولفت نظر الداعية على من يقدم، هذا الذي ينبغي أن يراعى. دعوة أهل البدع تحتاج إلى مجادلة، بيان الحق، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. قال بعض العلماء هذه الأمور الثلاثة التي ذكرها الله عز وجل في الدعوة تتنزل على أحوال المدعوين. ادعو إلى سبيل ربك، إلى دين الله وإلى سبيل الله، لا لنفسك ولا لجاه ولا لمنصب، ادعو إلى سبيل ربك بأي شيء، بالحكمة، والحكمة هي القرآن والسنة، ادعو بالعلم. وهذه الدعوة قيل هي دعوة الجاهل يعلم، تدعو بالحكمة بالقرآن بالسنة، ثم يكون من يعلم لكنه مقصر لشهوة غلبت عليه وهو صاحب المعصية، فهذا يوعظ بالحكمة والموعظة، فيوعظ من علم وقصر لضعف عزيمة. بقي المبتدع، وجادلهم بالتي هي أحسن. هذا كلام رب العالمين وهو مشتمل على الحكمة. بعض الناس يقتصر على جانب، فتجده يقرأ النصوص ولا يشرح ولا يبين، أو أنه يعظ دائما، يحب الوعظ ولا يعلم، أو أنه يحب الرد ولا يؤصل. ولا بد للداعية وللعالم الذي رزقه الله علما أن يجمع في دعوته بين هذه الأصول الثلاثة بحسب المفارقات وبحسب الأحوال. كذلك سائر المعاملات مع الناس تبنى على أصول، حتى في العلاقات الاجتماعية. بعض يعني من لديه سلامة فطرة وليس لديه خبرة بالناس يتكلم في المجالس العامة ما لا يقال إلا في المجالس الخاصة، فتكون فتنة للناس، وينقل الناس الكلام وتكون فتنة. والعاقل لا بد أن يفرق بين عامة الناس وبين خاصته، وبين من يخص من الخاصة. ليس كل الناس على درجة واحدة، بعض الناس مؤتمن على الكلمة وهو مأمون أن يحصل له خطأ في نقله، وأما العامة فلا تأمن أن يفهم المسألة على غير وجهه وينقلها بحسن قصد أو بسوء قصد، فتحصل فتنة. ولهذا ذكر العلماء من الحكمة أن لا يخاطب عامة الناس بدقائق المسائل، قد جاء عن بعض الصحابة خاطب الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ كل هذه من الحكمة. هذه الحكمة يذكرها العلماء في كتبهم، وهي حكمة البشر. أما حكمة رب العالمين هذه التي لا يمكن أن تحيط بها العقول، بل من آثار حكمته سبحانه وتعالى، هو الذي علم الحكمة، يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. ما قال الله عز وجل إن الحكيم يكون حكيما بعقله، بل الله عز وجل هو الذي يؤتي الحكمة. والحكمة غير العلم، بعض الناس يظن أن كل عالم حكيم، لا، قد يكون في العلماء من هو واسع العلم لكن ليس له حكمة في مؤلفاته ولا في دعوته ولا في فتاوى، فقد يهدم جهوده بكلمة ويدخل في فتنة. هناك من العلم ما لا يصلح أن يبث للناس وإن كان له أصول معروفة عند أهل العلم، فيأتي الآن بعض من اطلع ولم يرزق الحكمة فينقل خبر
عن أحد السلف مغمور وينشره في الناس فتكون فتنة، أو ينقل قولا شاذا في مسألة فينشر في الناس فتكون فتنة. ولهذا ينبغي أن يراعى. وقد يكون بعض العامة يرزق الحكمة وإن لم يكن عنده علم، لممارسة أو لخبرة أو لجبلة فطرية، فإن بعض الناس جبل على الحكمة وعلى الأناة وعلى عدم الاستعجال. فحكمة الله عز وجل لا يمكن أن تحيط بها العقول. تأملوا حكمة الله في الأمرين العظيمين، كلاهما مضاف لله، أمر الله الكوني وأمره الشرعي. هذه أعظم الأصول التي يقف بها المسلم على حكمة رب العالمين. الله عز وجل خلق هذه الخليقة لعبادته، ورتب على ثوابهم وعقابهم وعلى تدبير شؤون خلقهم، رتبه على القدر والشرع. القدر تولاه بنفسه، ما أسنده لأحد، فينزل الله عز وجل بأمره الكوني العقوبات التي يستحقها أصحابها، وينزل الثواب على عباده بحسب حكمته. فلاحظوا المفارقات التي خلق الله الخلق عليها، فلم يجعلهم على درجة واحدة. خلق هذه المخلوقات أجناس كثيرة، قيل في تفسير رب العالمين العالمون ألف عالم، كل جنس له خصائص. خلقها الله عز وجل ويسره لما خلق له. لكن لو اقتصرنا على الثقلين، خلق الإنس والجن، وجعل الجن عالم مختفي والإنس عالم ظاهر، وبينهما من المفارقات ما لا يعلمها إلا الله. ولهذا هؤلاء لهم طعامهم وشرابهم، وهؤلاء لهم طعامهم وشرابهم، وهؤلاء لهم خصائصهم، وهؤلاء لهم خصائصهم. ثم جعل من الجنسين انقسام كل جنس إلى ذكر وأنثى، ففي الجن ذكور وإناث، وفي الإنس ذكور وإناث، والملائكة لا يوصفون بالذكورة ولا الأنوثة. حكمة عظيمة. ثم خاطب الثقلين بالشرع، وجعل الثواب والعقاب يرجع إلى الأمرين الكوني والشرع. الأمر الكوني ما أسنده الله للأنبياء والرسل ولا للخلفاء ولا للملوك ولا للقضاء، فيصيب بأمره ما يشاء من يشاء، ويصرف البلاء عن من يشاء، وينعم على من يشاء. قسم العقول على هذه الخليقة عندما خلقها، فلم يجعلهم على عقل واحد، وقسم الحكمة وقسم العلم، كل هذا يرجع إلى أمره الكوني. وجبل بعضهم على الخير، وجبل بعضهم على الشر، وجبل بعضهم على الرفق، وجبل بعضهم على الشدة، ليحصل ولتتحقق حكمة الله في وجود هذا التقابل بين الخير والشر، بين الرفق والشدة. والرفق تكون ممدوحة في موطنها، والشدة تمدح في موطنها. ثم خاطبهم بالشر، وجعل بعض العقوبات الشرعية مسندة للأنبياء والرسل والملوك، ملوك المسلمين وأمراءهم، كإقامة الحدود والتعزيرات كما هو معروف الشرع. فمن أصابه الله بعقوبة كونية أو شرعية مقدرة أقيمت عليه، كفر الله بها عنه من عقوبة يوم القيامة. وهذا تقسيم آخر، فالعقوبات دنيوية وأخروية،
والدنيوية كونية قدرية شرعية دينية. ويوم القيامة العقوبات منقسمة بحسب موت الإنسان. إذا قلنا إن موت كل إنسان قيامة كل إنسان بموته كما جاء في الحديث من مات فقد قامت قيامته، يبدأ اليوم الآخر بالقبر ثم المحشر ثم الجنة والنار. فمنهم من يعاقبه في القبر فيستوفي عقوبته، ومنهم من يعاقبه في المحشر، ومنهم من لا يطهره من الذنب إلا دخول النار. والذين يدخلون النار ما جعلهم الله على درجة واحدة، من يدخلها بالشرك والكفر يخلد فيها، من يدخلها بالمعاصي يخرج منها ويدخل الجنة. وأما الذين يدخلون الجنة لما استحقوا بفضل الله وبمنته عليهم لما وفقهم إليه من العمل في الدنيا ولما غفر لهم، كلهم أهل سعادة، لا يخرج أحد من الجنة إلى النار. وهذا هو مثال لقول رب العالمين إن رحمتي تغلب غضبي، فالذين رحمهم وادخلهم الجنة لا يسخط عليه، بل إنه يرحم من سخط عليه ولا يسخط على من رحم. هذا من حكمة الله. أهل الجنة وأهل النار أيضا أهل الجنة ليسوا على درجة واحدة، فجعلهم يتفاوتون في 100 درجة، هذه من الحكمة. وأهل النار ليسوا على درجة واحدة فجعلهم يتفاوتون على 100 درجة. انظروا إلى المفارقات في خلق الله وفي شرعه وفي تنزيل الأحكام بحسب المفارقة. وهكذا إذا نظرنا إلى هذا التشريع من حيث أن الله شرع الواجبات والمستحبات، سبق التنبيه على هذا أكثر من مرة، فلم يجعل الدين واجبا كله فيعجز عن بعض الضعاف، ولم يجعل الواجبات هي الشرع فقط دون المستحبات فيجد أهل النشاط سعة من الوقت وعزيمة لا يجدون مسلكا لهم في عبادة الله عز وجل بعد أن شاركوا إخوانهم في الواجبات. فجاءت المستحبات، ثم لما أوجب الواجبات وعلم بحكمته ورحمته أن من خلقه من يعجز عن هذه الواجبات جاء التشريع فاتقوا الله ما استطعت. ولما كانت النواهي مقدور عليها لم ننهى بحسب الاستطاعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعت، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. حكمة عظيمة لله عز وجل في شرعه، حتى إن الإنسان لا يزال يخفف عنه بحسب ضعفه وبحسب ما يفقد من قواه إلى أن يذهب عقله في آخر العمر كما يحصل لبعض الناس فيسقط عن التكليف بالكلية. أي نظام بشري يأتي بهذه الحكمة في معاملة الخلق؟ بل حتى المؤمن إذا نوى الخير فإنه يعطى الأجر على نيته إذا عجز ببدنه. فالمؤمن إذا هم بحسنة ولم يعملها كتبت له حسنة، وإذا هم بسيئة وتركها لله كتبت له حسنة، وإذا عمل الحسنة كتبت بعشر أمثاله، وإذا عمل السيئة كتبت بمثلها. حكمة ورحمة ولطف من الله عز وجل في شرعه. وهكذا ما يدبر الله به شؤون الخلق لا يمكن أن تحيط به العقول. ولهذا قال العلماء من عرف ربه رضي بما قسم الله له، لأنه حكيم وهو أعلم بك من نفسك. لا تقل لما لم يعطني الله المال
ربك أعلم بحالك، لربما لو أعطاك المال كفرت وبطرت وفسقت وظلمت. لما لم يرزق فلان الصحة؟ لو رزقه الصحة لبطر. إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. بعض الناس لو أفقره لفسد فيعطيه حتى يمن عليه بالثبات على الدين، وهكذا هو يدبر شؤون خلقه. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ابتلوا يوم أحد وأصاب المشركون منهم وأصابوا يوم حنين منهم، نيل من النبي صلى الله عليه وسلم ومن عرضه وتكلم فيه المنافقون في الطاهرة المبرأة من فوق 7 سماوات. يعني انظروا إلى تقدير الله عز وجل هذه التقديرات مع شرف هذا النبي وشرف عائشة رضي الله عنها. يقدر الله الشيء، لكن لأي شيء؟ لحكمة عظيمة، لتبقى براءة عائشة وحيا يتلى إلى أن يأذن الله برفع القرآن. انظروا إلى هذا الشرف، كيف نالت عائشة أن يذكر اسمها، أن يذكر وصفها في القرآن مبرأة من فوق 7 سماوات؟ لو لم يحصل، لم تحصل حادثة الإفك ما نزلت هذه البراءة. حزنت رضي الله عنها لهذا حزنا عظيما، لكن كانت العاقبة خير. ولهذا يقول العلماء: كم من محنة هي منحة. ما الذي أثمر ابتلاء الله لنبيه بما ابتلاه به من كفار قريش ومن سائر الكفرة يذمونه ويشتمونه ويجعلون سل الجزور على ظهره؟ أدموا عقبيه وأخرجوه من بلده وكسروا رباعيته عليه الصلاة والسلام، وهو أشرف الخلق على ربه، قادر الله أن يحميه منهم بملائكة عظام وبما شاء من خلقه. لكن كم لله حكمة في هذا الابتلاء حتى يبلغ هذا النبي صلى الله عليه وسلم منزلة ما بلغها نبي مرسل، سيد المرسلين وخاتم النبيين وصاحب المقام المحمود وصاحب لواء الحمد وصاحب الوسيلة وأول شافع وأول مشفع وأعظم من سكن الجنة. إذن بهذا يتبين للمسلم أن كل ما يصيبنا من البلاء قد يكون من المنح، وقد يكون من الرفعة التي أرادها الله بنا. ولهذا تجد المؤمن يرضى عن ربه على كل حال، ويعلم أن الله عز وجل ما ابتلاه إلا ليرفعه. الابتلاء إما تكفير لذنب وإما رفع لدرجة، وما عند الله لا يضيع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عجب الله لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لغير المؤمن. أمر المؤمن كله خير بشرط أن يحتسب وأن يصبر، يصبر على البلاء ويشكر على النعماء، ولا تبالي بما أصبت. ولهذا قال عمر وهو من هو في الفقه والعلم، قال: لا أبالي أبالفقر ابتليت أم بالغنى. إن ابتلي بالفقر صبر، وإن ابتلي بالغنى شكر. وبعض الناس الآن يتطلع إلى الغنى وهو لا يدري ما الذي سيفضي به حاله إذا ما ملك المال. فحكمة الله عز وجل عظيمة وبالغة، ولا يمكن أن تحيط بها العقول.
ولهذا جاء بعض التشريع تقصر عنه حكم البشر، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: هذا الشرع يأتي بما تحار فيه العقول لا ما تخالفه العقول، تحار فيه العقول لضعفها لا لكونه ينافي الحكمة، فإن الله حكيم عليم. وهكذا في كل تدبيره وفي كل أمره الكوني والشرعي فهو حكيم عليم. ولهذا لاحظوا المقارنة بين العلم والحكمة، عليم حكيم، كما ذكرنا في الناس من هو عليم أو عالم وليس بحكيم، وفيهم من هو حكيم وليس بعالم. وكذلك العزة مع الحكمة، في الناس من هو عزيز ولكنه ليس بحكيم، وهذا يغلب على أهل الجاه والمنزلة والشرف في الناس. والحكمة تغلب في العلماء، تغلب على العلماء ولكن ليس فيهم عزة، كثير من العلماء ليس لهم عز ولا جاه. فإذا اجتمعت العزة مع الحكمة فهي منزلة عظيمة. ولهذا جعل الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، جمع له بين العز والحكمة، فهو رسول الله علمه الحكمة وأعزه وشرفه، شرفه في نسبه وشرفه في خلقته. فهذا النبي الكريم جعله الله من صفوة الخلق، فالعرب أفضل من غيره، وقريش أفضل العرب، وأفضل قريش بنو هاشم، وهو صفوة بني هاشم عليه الصلاة والسلام. ولهذا حفظ الله نسله إلى آبائه وأجداده على مر التاريخ، حفظهم أن يكون في نسله بغي عليه الصلاة والسلام. أي شرف! الجاهلية تختلط فيها الأمور، وأما هذا النبي الكريم حفظه الله، حفظه الله قبل البعثة، فشرح صدره وهو صبي لم يميز، وحادثة شق الصدر معروفة. حفظه من أدران الجاهلية قبل البعثة، فلم يقع في السفاح ولا في كذب ولا شرب الخمر، بل عصمه الله أن يجالس قريش في لهوهم وفي لعبه، فكان يتحنث في غار حراء، فأراد مرة أن ينزل إلى مكة لحاجة له، فلما أقبل عليها جاءه نعاس شديد، فجلس ليستريح، فما شعر إلا وقد أصبح الصبح. عصمة من الله. كان يسلم عليه حجر قبل البعثة لشرفه عليه الصلاة والسلام، خلقه على هذه الخلقة العظيمة، حتى قال حسان: وأجمل منك قط لم تر عيني، وأجمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. وهذا واقع النبي صلى الله عليه وسلم، ليس فيه مبالغة. حتى بدنه طهره الله عز وجل من كل ما يستاء الناس منه، فعرقه طيب، وريقه عليه الصلاة والسلام شفاء ببركة العلم والحكمة والقرآن. بصق في عين علي فشفي ولم يرقه، وهذا لا يجوز لأحد الآن يبصق في عين رجل يقول للبركة، وأما الرقية نعم. شرفه الله بالأخلاق وبالعلم والحكمة والصبر والحلم، فعلى عظم شرفه ما يفخر. ولهذا لما أمره الله أن يبلغ أنه سيد ولد آدم قال: أنا سيد ولد آدم، ولا فخر، لأنه كان السادة
يفتخرون أنا سيد بني فلان، اشتهر هذا بين الناس. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم بين أنه ما يقول هذا فخرا، يقول هذا بلاغا عن الله، أنا سيد ولدي آدم ولا فخر. ثم يقول لأصحابه لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، أنا عبد الله ورسول، قولوا عبد الله ورسول عليه الصلاة والسلام. شرفه الله بهذه الخلقة وهذا العز وهذا الشرف وهذه الرسالة، وجمع له بين العلم والحكمة، وأعطاه ما لم يعطي أحدا قبله من الأنبياء عليه الصلاة والسلام. فهذا الفضل الذي اجتمع في نبينا صلى الله عليه وسلم ما اجتمع في رجل، لا من الأنبياء ولا من غيره. ولهذا فالنبي صلى الله عليه وسلم جمع الله له ما آتى إبراهيم وموسى. إبراهيم خليل الله، وموسى كليم الله، ونبينا صلى الله عليه وسلم خليل الله وكليمه عليه الصلاة والسلام. فهذه بعض آثار حكمة الله عز وجل. وكما قلت إنه لا يمكن الإحاطة بحكمة الله عز وجل في أوامره الكونية والشرعية، ولكن كلما تأمل المسلم التشريع وأوامر الله الكونية ظهر له من الحكمة ما لا يمكن أن تتصوره العقول. قال المصنف رحمه الله: أي الموصوف بكمال الحكمة، يعني أن الله موصوف بكمال الحكمة وعظم الحكمة، والحكمة البالغة التي لا تتناهى لحد. قال: وبكمال الحكم بين عباده، لأن من الحكمة العدل في الحكم. قال الله عز وجل: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. فكلامه تام في الأوامر والأحكام. فالحكمة هي سعة العلم والاطلاع على مبادئ الأمور وعواقبها. هذا تعريف لبعض من عرف الحكمة، قالوا الحكمة هي سعة الاطلاع، وهي في الصحيح ترجع إلى ركنين: مراعاة الفوارق، تنزيل الأحكام بحسب المفارقات، وعلى سعة الحمل حيث يضع الأشياء مواضعها وينزلها منازلها. هنا أشار إلى ركن التنزيل، تنزيل الأشياء بحسب منازلها. ولهذا ما جعل الله الأجناس في حكمها على درجة واحدة، بل حتى الأمم: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. كان بنو إسرائيل فيهم من طول الأعمار وقوة الأبدان ما ليس في هذه الأمة، فلهم تشريع، وهذه الأمة لها تشريع يناسبها. الرجال منها لهم شرع، والنساء يوافقن الرجال في كثير من الأحكام ولهن أحكام أخرى. ويأتي بعض الجهلة وبعض السفهاء وبعض الكفرة ويقولون المساواة بين الرجل والمرأة. هذا لا نقول يخالف الحكمة، هذا يخالف العقل، يخالف العقل، يخالف الفطرة. أبو جهل ما قال بالمساواة بين الرجل والمرأة. هذه العرب في الجاهلية يعرفون الفرق بين الرجل والمرأة، ولهذا كانوا يكرهون النساء ويحبون الأولاد، ولا شك أن هذا من ضلالهم، لكن يعلمون الفرق بين الذكر والأنثى وبين الولد والبنت، يعرفون هذا، لأن البنت جبلت على الضعف وليس فيها نصرة الولد. كانوا يفتخرون بالأبناء ويكرهون البنات، فجاء الإسلام بمحو هذه الرواسب ورغب في وجود البنات، وأن من رزق ابنتين وقام على رعايتهما وتربيتهما دخل الجنة، ورغب في البنات وفي القيام على تربيتهن وما في ذلك من الأجر العظيم عند الله عز وجل. أما المساواة في المعاملة وفي الأحكام، هذا لا نقول يخالف الحكمة، بل هو ضرب من الجنون، ضرب من الجنون، كالذي يقول نريد أن يكون الجنس الجن كالإنس، هو الذكر كالأنثى، والله عز وجل خلق الذكر والأنثى وعلم ما يخاطب به الذكور وما يخاطب به الإناث،
فهل المرأة في رقتها وفي أنوثتها وفيما هيأها الله له من جعل أن جعل لها قلبا رحيما وعينا دامعة لأدنى المواقف تصلح أن تكون قائدة للأمة؟ ما يصلح هذا. وهذا الرجل القوي هل يصلح لتربية الأولاد وإرضاعهم بما جبله الله عليه من القوة والبأس والشدة؟ لا يصلح. ولهذا البيت يحتاج إلى رجل وامرأة، إلى الأب والأم. والأبناء إذا فقدوا أحد الأبوين شعروا بالنقص، ولو كانت هذه الأم تحاول أن تقوم بدور الأب والأب يقوم بدور الأم، لكن الله عز وجل يأبى أن تكتمل هذه المصالح إلا بما هيأه الله عز وجل له من الجنسين، من الذكر والأنثى. نعم. قال المصنف رحمه الله: أما الحكمة في خلقه فإنه خلق الخلق بالحق ومشتملا على الحق، وكان غايته ونهايته الحق، خلقها بأحسن نظام ورتبها بأكمل إتقان، وعطى كل مخلوق خلقه اللائق به، بل أعطى كل جزء من أجزاء المخلوقات وكل عضو من أعضاء الحيوانات خلقته وهيئته اللائقة به، بحيث لا يرى الخلق في خلق الرحمن تفاوتا ولا فطورا ولا خللا ولا نقصا، بل لو اجتمعت عقول الخلق ليقترحوا مثلا أحسن من هذه الموجودات لم يقدروا. نعم، هنا يشير المصنف رحمه الله إلى حكمة الله في الخلق، أنه ما سوى بين الخلق وجعل لهذه المخلوقات غاية. ليس هناك مخلوق خلقه الله إلا لغاية، قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وخلق هذه العوالم كلها لغايات حكيمة لله سبحانه وتعالى، ما خلقها عبثا وما خلقها تكسرا، وإنما خلقها لحكم عظيمة لا يعلمها إلا خالقها. ثم خلق كل مخلوق على هيئة معينة، يعيش في طبيعة معينة وفي بيئة معينة، منهم من خلقهم في السماء، منهم من خلقهم في الأرض، منهم من خلقهم في البحار، ومنهم من يكون بين البر والبحر، منها طيور محلقة في السماء، زواحف على الأرض، ودواب تدب على الأرض، مخلوقات صغيرة وكبيرة وعوالم، كلها خلقها بحكمة. ثم جعل جزئيات الخلق في هذا الإنسان من هذه الحواس وهذه الأعضاء كلها على أحسن خلقة. وهكذا ما خلق في السماوات من الأفلاك والنجوم وهذه الحركة العظيمة لليل والنهار وللحرارة والبرودة ولما ينمو من النباتات والأعشاب والفواكه في الصيف وفي الشتاء، نظام بديع لا يمكن للعقول أن تحيط به. ثم أيضا خاطب بعضهم بالتشريع ولم يخاطب بعضهم به، خلق بعضهم للبقاء بعد بعثهم كالثقلين من أهل الإيمان وحتى من الكفار منهم، فيذبح الموت بين الجنة والنار ويقال لأهل الجنة خلود ولا موت، ويقال لأهل النار خلود ولا موت. ثم ذكر الشيخ أن الناس لو اجتمعوا على أن يستدركوا شيئا على خلق الله عز وجل ما استطاعوا، بل يقول بعض الخبراء في التصنيع، يقول: كل الآلات التي يصنعها الناس اليوم مستقاة من خلق الله. يعني هذه الطائرة لما صنعوها اقتبسوها من الطير، وهذه الأشياء التي جعلوها تمشي على الأرض في السيارات على أربع أخذوها من الدواب، وما جعلوا فيها من الأمور المسهلة مثل السيارات وغيرها من الزيوت وغيرها شبيهة بما جعله الله عز وجل من الدماء في العروق، لكن اقتبسوا ما يناسب صناعتهم بعد أن عجزوا عن خلق الله. فكل هذه الأمور حتى هذه الحفارات الكبيرة لها كهيئة الأيدي في ما تقوم به من الحفر.
والآلات الضخمة لها ما يشابه المفاصل الظهر في أنها تتمدد وتنقبض، وهكذا في كل ما صنعه الإنسان فهو بتعليم الله عز وجل. كل هذه الأمور حتى السيارات والطائرات والآلات جعلوا فيها المياه المرطبة لها، كما خلق الله عز وجل كل شيء من ماء، فما صنعوه هو مقتبس من عظم صنع الخالق سبحانه وتعالى، ولكن صناعتهم يصيبها الخلل ويقولون عيوب صناعية، وأما عيوب خلقية فلا يجوز أن تقال هذه العبارة. هذه أخذت من بعض الكفار، إذا إنسان ولد وفيه شيء من الأمراض التي قدر الله عليه قالوا عيوب خلقية. لا نقول في خلق الله عيب، ليس في خلق الله عيب، ولكن نقول أمور مقدرة قدرها الله، ليس هناك عيوب، العيوب في صناعتك، أما خلق الله عز وجل كل خلق الله حسن، له حكمة فيما يخلق ويقدر. نعم. والمصنف رحمه الله: وهذا أمر معلوم قطعا من العلم بصفاته، فإذا كان من المعلوم لكل منصف مؤمن أن الله عز وجل له الكمال الذي لا يحيط به العباد، وأنه ما من كمال تفرضه الأذهان ويقدره المقدرون إلا والله أعظم من ذلك وأجل، كانت أفعاله ومخلوقاته وجميع ما أوصله إلى الخلق أكمل الأمور وأحسنها وأنظمها وأتقنها، صنع الله الذي أتقن كل شيء. نعم، هنا أشار أيضا إلى أن العلم بصفات الله عز وجل وبما يتصف به من الكمال إذا عرفه المخلوق عرف أن الله عز وجل لا يمكن أن يحاط بكماله ولا بحكمته في خلقه ولا بحكمته في شرعه، وإنما تخضع العقول لشرع الله عز وجل. ولهذا عصم الله السلف بأنهم لا يعملون عقولهم في التشريع، إذا جاء الشرع عن الله سلموا ولم يعرضوا هذا على عقوله، كما قال علي: لو كان الدين بالرأي لكان مسح باطن الخف أولى من أعلام، قال عمر: اتهموا الرأي على الدين، وقال: إياكم وأرأيت أرأيت. فتنة المتأخرين إعمالهم العقول في شرع الله، لما شرع كذا ولما شرع كذا، لما شرع للحائض قضاء الصوم من غير قضاء الصلاة، شرعه الحكيم العليم، وعقولكم قاصرة عن الحكمة، ولا تبحث عما خفي عليك علمه، فالله حكيم ونحن ما أوتينا من العلم إلا القليل، لا نعمل عقولنا في ما خفي علينا من الحكمة، لما شرع كذا ولما شرع كذا، لما شرع الميراث على هذه الأنصبة. يأتي بعض ضعاف الإيمان والعقول فيريد أن يستدرك على الله في الميراث، يقول: لا، البنت نعطيها نصيب كذا، والولد كذا، ابن فلان له كذا وابن فلان له كذا، زوجتي هذه طيبة وكانت محسنة لي لها كذا، وهذه كانت مخالفة لها كذا، أولادنا أصولنا نقف لهم الأموال، وبناتنا يأخذهن الرجال الأجانب نمنعهن من الحقوق. هذه عقولهم الضعيفة، والله عز وجل حكيم عليم، ترضى بشرع الله وتعطي كل ذي حق حقه، وإذا عصى الخلق الله فيك فلا تعصي الله فيهم، أطع الله في خلق الله وإن عصوك وإن عصوا الله فيك، نحن عبيد لله، والعبودية هذه أن تخضع لأمر الله الكوني، كل ما أصابك تحتسب فيه الأجر عند الله وتثني على الله على كل حال، وكل ما شرع الله لك ترضى بشرع الله وتستقيم على دين الله. هذه العبودية، ليست العبودية هي الصلاة فقط، كثير من الناس قد يصلي ولديه الصلاة كثيرة لكن في قلبه من الشبه والأمراض والوساوس الخطيرة على دينه،
العبودية أن تعلم أنك عبد لله في أمره الكوني وفي أمره الشرعي، ليس لك من الأمر شيء. إذا أمرك الله بالصبر فاصبر، وإذا أمرك الله بالعفو فاعفو، وإذا أمرك الله بالانتقام فانتقم، وإذا أمرك الله بالصلح فأصلح، وإذا أمرك الله بالعدل فاعدل. ولا تنظر إلى الناس، انظر ما لك عند الله ولا تنظر ما لك عند الناس، لا تنظر إلى ما يقول الناس فيك، ولكن انظر ما الذي لك عند الله. لا تنظر إلى رفعتك عند الخلق، ولكن انظر إلى رفعتك عند الخالق. لا ترائي ولا تسمع بعملك، فالخلق لا ينفعونك ونفعك بيد خالقك. هذه العبودية الصحيحة، ومن استقام على هذه العقيدة وأخذ العزيمة على أن يكون عبدا لله على هذا النفع، والله سيرفعه الله درجات في كل يوم، يهديه الله للعلم والإيمان، ويفتح عليه من أبواب العبادة والتيسير، ويعينه على أمره العادي الطبيعي وأمره الديني الشرعي، ويوفق. لأن الله عز وجل يعلم ما في قلبه، علم ما في قلب أبي بكر فهداه الله هذه الهداية العظيمة، وعلم ما في قلب عمر مع تأخر إسلامه فسبق هذا السبق العظيم. قال المصنف رحمه الله: فالفعل يتبع في كماله وحسنه فاعله، وتدبير منسوب إلى مدبره، والله تعالى كما لا يشبهه أحد في صفاته في العظمة والحسن والجمال، فكذلك لا يشبهه أحد في أفعاله. وقد تحدى عباده في مواضع كثيرة من كتابه هل يجدون أو يشاهدون في مخلوقاته نقصا وخللا، ومن ادعى شيئا من ذلك بسفاهة عقله وعظم جراءته، وقد نادى على عقله بين العقلاء بالحمق والجنون. نعم، أفعال الله عز وجل كلها مرجعها إلى كماله وإلى كمال علمه وحكمته، فهو حكيم في أفعاله وفي أوامره وفي كل ما قدر على عباده وما شرع لهم. وعقول البشر ضعيفة، فيجب أن تخضع العقول لحكمة الله عز وجل، وأن تستقيم على شرع الله عز وجل. وقد تحدى الله الخلق أن يجدوا خللا في كلامه أو خللا في خلقه أو خللا في شرعه أو خللا في كل ما يأمر به. والناس المخاطبون بهذا على قسمين: عقلاء وحكماء وسفهاء. أما العقلاء فأذعنوا وعرفوا بكمال عقولهم وحكمتهم أن الله حكيم عليم، وأما السفهاء فهؤلاء كما قال المصنف: السفيه كأنما ينادي على سفهه على رأس جبل، والمجنون كأنما يرادي بذهاب عقله على رأس جبل. ولهذا العلماء يقولون يعني من ألف فقد عرض عقله. إذا كتبت كتابا عرضت عقلك على الناس، وإذا ألقيت درسا أو خطبة أو موعظة عرضت عقلك على الناس، فإما أن يخرجوا لأن هذا حكيم عاقل أو سفيه. ولهذا كان بعض العقلاء الذين ينقصهم العلم، وأنا كما قلت بعض العوام فيهم عقول وإن لم يكن عندهم علم، فكان، وهذا ذكر لي أبي وبعض الكبار في السن وهذا يعرفه الكبار، يقولون من كان يظن في نفسه عدم الفصاحة والبيان ما كان يتكلم في مجالس الرجال خصوصا الأجانب، خشية أن يقول كلمة فينتقد بها عند الرجال. كيف كانوا يربون أبنائهم على هذا؟ ولهذا إذا جاءوا أناس أهل شرف لقبيلة أخرى يوصون أبنائهم، ومن يظنون به نقص العقل أن لا يتكلم أحد، يتكلم فلان، هذا من العقل، لأن هذا لو تكلم بكلمة
لا ظهر أمره، كما جاء في قصة أبي حنيفة مع ذلك الرجل الذي تكلم، فقال آن لأبي حنيفة أن يمد قدميه، فكانوا يتحاشون هذا الموقف. فهؤلاء بعضهم ليس عندهم علم لكن عندهم حكمة وعقول، فيقدمون من يحسن، وهذا مما جاءت به السنة، كبر كبر. فالكبير أكبر ممارسة وأعظم حنكة وحكمة، وأعرف بمخاطبة الرجال، جرب مجالسهم وعرفهم، والحدث يغلب عليه الاندفاع ويغلب عليه الغضب ويغلب عليه عدم تقدير المواقف. فهذا مما جاءت به السنة. وبعض الناس اليوم قد يقف على بعض المسائل وليس له عقل، فكلما جاءت نازلة تسكت عنها العلماء وبادر بمنشور يسبق فيه العلماء في رأيه في هذه المسألة. هذا من ضعف العقل. لو بقي سنة سنتين لعلم أن كلامه هذا ليس بشيء، هذه المسألة سيتكلم فيها العلماء، سيدلون بأقوالهم. بعد ذلك إذا رأيت عقول الرجال وعلمهم لك أن تتكلم، أما أن تسبق ثم يأتي عالم ويأتي بتفصيل لم يخطر لك على بال، وإذا بك وقعت في جهل يعز عليه الندم والرجوع، ويشق عليه أيضا أن يقول أنه أخطأ أو أن يقول أن كلامه الذي كتب غير صحيح. هذه من الحكمة. الفتن عندما تعصب بالأمة أول من يسبق لها من هم؟ الأحداث. ولهذا أعداء الإسلام الآن لما أرادوا الكيد للمسلمين ما أخذوا يقتنصون الشيوخ الكبار من المساجد ويغرونهم بالخروج والفتنة، أتوا لمن؟ للشباب، لأنهم تنقصهم العقول والحكمة. وهذا دائما كل صاحب دعوة مخالفة للدين ما يعمد إلى العلماء، وإلا الوصول للعلماء أسهل عليهم. يعني الآن صاحب الفتنة لو أقنع مثلا عالم كابن إباز أو ابن عثيمين أو الألباني في وقتهم كفوه الأمة، يقتنع ابن باز ويأمر الأمة، لكن هم يعلمون أنهم لن يصلوا لهؤلاء، فيعمدون لمن؟ للعامة، يعمدون للرعاة ويعمدون للشباب. ولهذا أعداء الإسلام الآن يخططون بمكر. صحيح ما عندهم علم شرعي لكن عندهم عقول جبارة، أذكياء، درسوا علم النفس ودرسوا مجتمعنا وعرفوا مواطن التأثير. المرأة مؤثرة، الشاب مؤثر، فزرعوا هذه الفتن في بؤر يعني أدت ثمارة، وما وجهوا دعوتهم للوجهاء المؤثرين لأنهم لديهم من الحكمة والعقول ما يتوقع به هذه الفتنة. المصنف رحمه الله: وأما الحكمة في شرعه وأمره فإنه تعالى شرع الشرائع وأنزل الكتب وأرسل الرسل ليعرفه العباد ويعبدوه، فأي حكمة أجل من هذا؟ وأي فضل وكرم أعظم من هذا؟ نعم، حكمة الله في إرسال الرسل. الله عز وجل خلق الناس وجعل لهم عقول يدركون بها الأمور الفطرية، وجعل لهم عقول يدركون بها كثير من مصالحهم في هذه الحياة، لكن هناك أمور لا يمكن أن ندركها بعقولنا، فجاء بها الأنبياء والرسل. لولا أن الرسل جاءوا بهذه التفاصيل في توحيد الأسماء والصفات، في تفاصيل التشريع، ما عرفنا بعقولنا، ما عرفنا صلاة الفجر ولا الظهر ولا العصر ولا المغرب ولا العشاء ولا عدد ركعاتها. فهذا من حكمة الله عز وجل أن علمنا بطريقين، علمنا بالعقول وعلمنا بالأنبياء والرسل وعلمنا بالحكمة. نعم. قال المصنف رحمه الله: فإن معرفته تعالى وعبادته وحده لا شريك له، وإخلاص العمل له، وحمده وذكره وشكره والثناء عليه أفضل العطايا منه لعباده على الإطلاق، وأجل المناقب لمن يمن الله عليه بها، وأكمل السعادة والفلاح والسرور للقلوب والأرواح، كما أنها هي السبب الوحيد للوصول إلى السعادة الأبدية والفلاح السرمدي.
نعم هذه إشارة مهمة. أعظم ما أعطى الله عباده في هذه الحياة أن يعلمهم العلم بربه، أن يعرفوا ربه وأن يعرفوا أسماء الله وصفاته، فهذا أسعد علم لقلوبهم وأنفع علم لاستقامتهم على طاعة الله عز وجل. وكل العلوم إما أن تكون علوم في خدمة هذا العلم أو أنها معينة على تحقيقه في هذه الحياة، وإلا فأصل العلم النافع هو العلم بالله والعلم بشرع الله. وأنتم تلاحظون ونحن نتدارس بعض أسماء الله عز وجل، ما أثر هذه الدراسة في قلوبنا وفي استقامتنا في طاعتنا لله عز وجل؟ في كل يوم نتعلم اسم أو أكثر من أسماء الله، نجد لهذا التعليم ولهذا العلم أثر في قلوبنا، فهذا هو أنفع علم. وما أعطي إنسان أعظم من العلم بالله، ولهذا شرف الله به الرسل. وأما المال والجاه فإن الله عز وجل أعطى بعض الرسل منه، ولكن ليس كل رسول له مال، بعضهم فقراء وليس كل رسول مكن له، بل بعضهم قتل، ولكنهم كلهم اصطفاهم الله بالعلم. فأعظم الخلق علما بالله الرسل والأنبياء، وهذا هو دليل الفضل. وأفضل الناس بعدهم العلماء بالله والعلماء بشرعه، ما من الله على عبد أعظم منه من أن يعلمه ربه وأن يعرف ربه بأسماء وصفات، ثم يعرف الشرع الذي شرعه الله عز وجل في عبادته لله. قال المصنف رحمه الله: فلو لم يكن في أمره وشرعه إلا هذه الحكمة التي هي أصل الخيرات وأكمل اللذات وأكبر الوسائل والمقاصد، ولأجلها خلقت الخليقة، ولأجلها حق الجزاء، ولأجلها خلقت الجنة والنار، ولأجلها جرت على الخليقة أحكام الملك الملك الجبار الشرعية والجزائية، لكانت كافية شافية. نعم، يقول أنه لو لم يكن لهذه الحكمة في أمره وشرعه، إن شرع الله عز وجل لعباده الدين وخاطبهم به وعلمهم، فهذه تكفي، لأنه يترتب عليها السعادة الدنيوية والأخروية، ويترتب عليها دخول الجنة، يترتب عليها رضا الله عز وجل. فهذه الحكمة التي بلغها من وفقه الله إليها من العلم في الدنيا والعمل بطاعة الله ثم السعادة الأبدية، هذه أعظم غاية. ليس هناك أشرف للإنسان وأعظم منزلة له عند الله من أن يدخله الجنة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. كل إنسان يريد أن يحصل على أعظم فوز، وليس هناك أعظم من الفوز بالجنة. نعم. قال المصنف رحمه الله: هذا وقد اشتمل شرعه على كل خير، فأخباره تملأ القلوب علما وعقائد صحيحة، وتستقيم بها القلوب ويزول انحرافها، ويحصل لها من المعارف أفضل الغنائم والمكاسب، وأوامره كلها منافع ومصالح، وتثمر الأخلاق الجميلة والمناقب الثمينة، والأعمال الصالحة والهدي الكامل، والأجر العظيم والثواب الجسيم، ونواهيه كلها موافقة للعقول الصحيحة والفطر المستقيمة، لأنها لا تنهى إلا عما يضر الناس في عقولهم وأخلاقهم وأعراضهم وأبدانهم وأموالهم. نعم، هنا أشار إلى أن ما اشتمل عليه الشرع أنه اشتمل على كل خير، وأن هذا التشريع الذي شرعه الله لنا هو الذي تستقيم به الحياة. لاحظوا، التشريع في ديننا راعى الجانب الروحاني النفسي والجانب البدني، تشريع عظيم. ما جاء هذا الدين لمعالجة النفس دون البدن، أو البدن دون النفس. تجد هذه الروح لها غذاء، جاء بها القرآن، ذكر الله، عبادة الله، محبة الله، تستقيم عليه الأرواح وتغذى به الأرواح. ثم لما كانت الروح أشرف من البدن، ما جعل الله الدين أيضا كله يعني عبادة روحانية، وإنما جعل هناك عبادة بدنية. ولما كانت هذه العبادة البدنية، والإنسان مهما بلغ من العبادة والحرص على الخير فإن له حد يمل عنده، جاء هذا التشريع العظيم، قول النبي صلى الله عليه وسلم: أما إني أقوم وأرقد وأصوم وأفطر
وأتزوج النساء. تشريع عظيم ما يمكن لأحد. ولهذا ابن عمر عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما مع أن النبي صلى الله عليه وسلم ما رخص له في صيام الدهر وما رخص أن يقرأ القرآن في كل ليلة، ومع هذا لما أخذ أقل ما رخص به النبي أعظم ما رخص به النبي صلى الله عليه وسلم مما كان يطلبه ثقلت عليه العبادة بعد ذلك، وقال ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الصحابي الجليل صاحب العزيمة وصاحب الممارسة للعبادة ثقلت عليه العبادة بعد أن ضعف بدنه. فالذي شرع لنا التشريع شرع الله هذا الدين لابن 15 ولابن 20 ولابن 30 ولابن 40 ولأبناء 70 و80، وقد يبلغ الرجل منا ذلك السن. فخذ من العبادة ما تستطيع أن تداوم عليه من غير أن تثقل نفسك وتمل العبادة أو أن تضعف في بعض عبادتك عن بعض الواجبات الأخرى. اعتدال عظيم. أن لزوجك عليك حقا ولعينك عليك حقا، فهذه الحقوق لابد أن تؤدى. هذا التشريع ما يمكن للعقول أن تأتي به. وإن كان بعضنا يستشرف لشيء أو لأمر وما شرع الله لنا خير، فإذا رغبت في عمل فخذ منه أفضل ما رغب فيه. ولهذا ننصح من أراد الصوم فعليه أن يلزم صيام 3 أيام من كل شهر، والاثنين والخميس خير وبركة إن داومت عليه إلى الموت. ولا تصم يوما وتفطر يوما، وإن كان هذا جائز، ولكن الأكمل هو ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصوم يوما ويفطر يوما، هذا هديه وهو أكمل هدي. ولهذا أيضا في الآن الوصية، بعض الناس عند قرب الأجل وكثرة الأموال تأخذه يعني رغبة في الخير، فيتمنى أن ينفق ماله كله في الخير أو النصف. فيأتي الإسلام كما في حديث سعد قال الثلث، قال الثلث والثلث كثير، ثلث والثلث كثير. فجاء من الحد من هذا الحماس أو هذا الانتفاع الذي يفعله بعض المبشرين وبعض أهل الأموال، ثم يعقبه بعد ذلك أن يورث لربما دعاء أبنائه عليه بعد موته أن بدد أموالهم وتركهم فقراء. فهذا التشريع العظيم هو فوق عقولنا. ولهذا ارضى لنفسك من العبادة ومن سائر الأمور ما شرع الله لك. لسنا أعلم ولا أحكم من الله، ولسنا أعرف بمصالحنا وديننا وأبنائنا وأسرنا من رب العالمين الذي شرع لنا هذا التشريع على هذا الكمال العظيم. نلزم ما شرع لنا، بل نلزم ما وجهنا إليه ابتداء من غير طلب، كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر إلى عبادة، وأرشد عائشة إلى ترك الطواف، إلى ترك العمرة المكية. وهذا الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم، كل ما لم يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء وما رخص فيه إلا بعد إلحاح فلا ينبغي أن نتكلفه. نعم. قال المصنف رحمه الله: وبالجملة فالمصالح الخالصة أو الراجحة تأمر بها، والمفاسد الخالصة أو الراجحة تنهى عنها، فهو الحكيم في خلقه وأمره. وكذلك أحكام الجزاء على الأعمال في غاية المناسبة والموافقة للحكمة جملة وتفصيلا، والله أعلم. نعم، هذا التشريع العظيم جاء بجلب المصالح وجاء بدرء المفاسد، وكل التشريع في الأصل أنه مداره على هذا. فإذا تعارضت مصلحة مع مفسدة قدمت أعظم المصلحتين. لاحظوا حكمة الله، من غص بلقمة أو أشرف على الموت هذا ليس عنده طعام إلا الميتة، وهذا ليس عنده شراب إلا الخمر. الخمر محرمة والميتة محرمة، لكن عند سد الرمق قدم تعاطي المحرم في مقابل المفسدة التي تحصل باللقمة من الميتة وبالجرعة من الخمر. هذا لا يوجد في أنظمة البشر. ثم يأخذ من المحرم ما يسد به الرمق ويكف عنه،
هذا ما وجد في الأنظمة. كذلك الموازنة بين المصالح والمفاسد هذه قواعد ذكرها العلماء، متى ما كانت المفسدة غالبة فإنها تدرى، ومتى ما كانت المصلحة راجحة فإنها تحقق. والقول بأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح غير صحيح على إطلاقه، غير صحيح، وإنما درء المفاسد مقدم على جلب المصالح إذا تساوت المصلحة والمفسدة. ما إذا كانت مفسدة عظيمة درء المفسدة العظيمة، أو درء المفسدة القليلة وجلب المصلحة العظيمة، فإن المصلحة العظيمة مقدمة على درء المفسدة إذا كانت أعظم منها. وهذه قاعدة يعرفها العلماء تعاملون بها. حتى الآن في تعاملنا مع الكفار هناك مصالح ومفاسد، نحن ينبغي أن ندرك واقعنا. أمة ضعيفة، ضعفنا ليس بالسلاح فقط ولا بالأموال، ضعفنا في ديننا، فتمكن أعداؤنا من أمور كثيرة. ينبغي أن نراعي في تعاملنا معهم أن في حال ضعف لا نترك ديننا ونتخلى عنه، ولا نحدث فتنا في بلاد المسلمين بتهور كما يفعله بعض السفهاء. نقارن بين المصالح والمفاسد. والعلماء قديما ذكروا أنه في حال ضعف المسلمين قد يعطوا الأموال في مقابل الجزية التي تؤخذ من أهل الكتاب في حال القوة. هذا من التشريع العظيم الذي جاء به هذا الدين، وهو المقارنة بين المصالح والمفاسد بناء على هذه الأصول العظيمة التي شرعها الله لنا. نسأل الله التوفيق الجميع. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. يقول السائل: أيهما أفضل، صيام الاثنين والخميس مع صيام يوم وفطر يوم؟ وهل القول مقدم على الفعل أم الفعل مقدم على القول؟ صيام الاثنين والخميس نوع من أنواع الصيام. صيام اليوم وفطر يوم يعني صوم آخر، فالذي يظهر أنه إذا صام يوما وأفطر يوما أنه يصوم على هذا النحو. فإذا أراد صيام الاثنين والخميس وافق الخميس يوم فطره يصوم الخميس والاثنين ليتحقق له النوعان. ولكن الأولى والأرفق بالمسلم أن يصوم ثلاثة من كل شهر ويقدم البيض ويصوم الاثنين والخميس، والمواسم الأخرى كعاشوراء يوم عرفة، ست من شوال، ويصوم معظم شعبان، ويصوم من المحرم، هذا خير كثير. ولو نظرت إلى هذا تجد أنه يقترب من صيام يوم وفطر يوم، يعني يقترب من هذا. نعم. قل السائل: هل يجوز إخراج زكاة المال منجمة على أقساط؟ وكيف تسد الزكاة عن السنوات الفائتة، علما بأني أعمل بالتجارة ولا يكون المبلغ كله حاضرا في وقته دفعة واحدة؟ لا، بل ينبغي لإخراج الزكاة أن يبادر بإخراج الزكاة عند وجوبها ويعطيها الفقراء ولا يؤخرها كأن يقصدها أقساط عليهم. بعض الناس يقول: هذا أنفع للفقراء، أنا أضرب لهم رواتب شهرية، وهو قد تكون حاجته في المال في وقته، فهذا حق للفقراء ليس لنا أن نتصرف فيه. الشرع ما جاء بهذا، فكل ما لم يأتي به الشرع لا ينبغي أن نستحسنه بعقولنا. فهذه الزكاة نفقة سنة يعني تجدها للفقير، لا تقصد عليه، أعطها في يده وهو يدبر شأنه وهو أعلم بحاله. بعض التجار الآن يقول: هؤلاء لا يحسنون التصرف، أنا سأشتري لهم أثاث وأشتري ثلاجة وغسالة وأشتري كذا وكذا، لربما حاجته في غير ما اشتريت له، فأعطه المال وهو الذي يتصرف فيه. أما من أراد أن يحسن إليهم من حر ماله ويشتري لهم أثاث، يشتري لهم ما يحتاجون إليه، فهذا جزاه الله خيرا. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل الباقي من أسماء الله تعالى؟ بعض الناس يسمي عبد الباقي، فهل يغير اسمه؟ الباقي ما ثبت أنه الباقي، وإنما الله عز وجل له البقاء والدوام لله عز وجل، لكن يفرق بين ما يثبت لله
من باب الخبر وباب الأسماء. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: شخص يصلي على الكرسي، هل يضع يديه على ركبتيه أم ينزلهما عن ركبتيه في التشهد الأخير؟ التشهد يضع يديه على فخذيه، هذا هو الأصل. وإذا كان يعني يصلي وهو جالس عن حال القيام فهو يضع يديه على صدره، ففي حال القيام يضع يديه على صدره، وفي حال التشهد يضع يديه على فخذيه، وهذا هو امتثال قول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم. فأنت في التشهد تضع يديك على فخذيك، وإذا جلست على غير هيئة الجالس في التشهد على كرسي تجعل يديك على فخذيك لأنك تستطيع. الذي سأل عن اسم الباقي يقول: هل يغير اسمه؟ إذا لم يثبت أنه من أسماء الله عز وجل، لأن هذه قد يختلف فيها بعض العلماء، قد يكون فيها خلاف ضعيف، إذا كان الخلاف ضعيف له مندوحة، وإذا كان هذا بالإجماع لم يعتد به فنعم الأولى، بل الواجب أن يغير. جزاكم الله خير. يقول السائل: صليت العشاء في مسجد يتوسطه ضريح وقبر، فما حكم صلاتي هذه؟ هل أعيدها أم ماذا؟ ولم أكن أعلم بوجود هذا الضريح في المسجد. الأولى أن تعيد، لأن لا صلاة لمسجد، لا صلاة في مسجد فيه ضريح. وبعض العلماء يفرق بين أن يكون الأصل هو للمسجد أو للقبر، فإذا كان المسجد قبل القبر قالوا إن الصلاة صحيحة مع الإثم، وإذا كان المسجد هذا ما بني إلا على القبر فالأصل للقبر والصلاة في المقابر لا تصح. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: في الركعة الثانية من صلاة المغرب نزل دم من الأنف على المنديل، ووضعت منديلا آخر على الأنف وواصلت الصلاة، فما حكم ذلك؟ الصلاة صحيحة، لكن الدم إذا نزل من أنفك وضعته في منديل لا تعيده في جيبك لأن الدم نجس، فالأولى أن تجعله أمامك ولا تجعله في ملابسك التي تصلي بها. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: شخص اعتمر عن شخص آخر لا يعرف اسمه، وعند الإحرام قال: لبيك اللهم عمرة عن الرجل الفلاني، وحدد جنسيته ووصفه، فهل هذا يغني؟ أعيد السؤال. يقول: شخص اعتمر عن شخص لا يعرف اسمه، وعند الإحرام قال: لبيك اللهم عمرة عن الرجل الفلاني، وحدده بجنسيته ووصفه، فهل هذا يكفي؟ نعم، يصح الإحرام المبهم عن شخص ولو لم يعرف اسمه، فإذا قال: لبيك اللهم عمرة عمن أوصاني أو عن فلان الذي قابلته، فهذا صحيح لأن الله يعلم هذا الرجل. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: يقول: إن شاء الله سأعمل عمرة لنفسي ثم أنوي عمرة لوالدي، فهل يجوز الإحرام من مسجد التنعيم أم من أديار علي؟ سبقا ذكرنا أن من دخل مكة بعمرة السنة لا يأتي بعمرة لا من التنعيم ولا من غيره، لأن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما خرج من مكة ليرجع إليها معتمرا، ونحن نتكلم عن حكمة الله في شرعه، ما شرع لنا نرضى بما شرع الله لنا، ما شرع لنا أن نخرج من مكة للتنعيم لنأتي بعمرة عن فلان وفلان، إنما إذا أردت الاعتمار عن الغير وكنت قد اعتمرت عن نفسك فاجعل هذه العمرة التي تدخل بها عمرة عن من شئت. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: كيف يجمع بين الرضا بما قدره الله للعبد مع الدعاء، مثل قصة زكريا عليه السلام عندما طلب الولد؟ لا يتعارض الدعاء مع الرضا، بل إن الدعاء من الرضا، فالمؤمن إذا أصابه شيء من البلاء أو أصابه أو قدر الله عليه ذنبا وارتكب ذنبا، فإذا أذنب يستغفر،
وإذا أصابه بلاء سأل الله العفو والمعافاة منه، وليس هذا مما يتعارض مع الرضا. وأما الذي يتعارض مع الرضا هو التسخط عند الناس، وأن يشكو حاله للناس، وأن يظهر منه من النياحة أو من الأمور التي يفعلها بعض الجهلة وخاصة النساء من شق الجيوب ولطم الخدود، وأن يحثو التراب على رأسه، وأن ينادي بالويل والثبور، هذا هو المحرم. بل النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزونون، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. فدمع العين وحزن القلب ودعاء الله برفع البلاء لا يتعارض مع الرضا بقدر الله عز وجل. جزاكم الله خير. قول السائل: المعتمر إذا لبس الإحرام من أبيار علي ونوى العمرة ثم بدأ بالتلبية حتى وصل إلى البيت الحرام، هل يجوز له وضع الحقائب في الفندق أولا ثم يذهب إلى العمرة؟ يجوز أن يضع الحقائب، ويجوز أن يبقى يوما ويرتاح وينام، كل هذا جائز. والنبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة ما بادر بالطواف، وإنما نام ثم استيقظ من الصباح واغتسل وطاف، فهذا جائز. لكن يخشى أن بعض الناس إذا يعني أخر العمرة أن يرتكب بعض المحظورات فيتسبب في إفساد عمرته بشيء مما يفعله بعض ضعاف العزائم، كأن تكون معه زوجته فينام في الفندق ثم يحصل جماع، وخصوصا لبعض حدثاء عهد بزواج، فمثل هؤلاء يبادروا حتى لا يقعوا فيما نهى الله عنه. وأما من علم أنه بعيد عن هذه المحظورات وأراد أن يرتاح وأراد أن يعني يستعد للعبادة بنشاط فلا بأس. جزاكم الله خير. يقول السائل: لو داوم المسلم على صيام الاثنين على صيام يوم الاثنين ونوى بها 3 أيام من كل شهر فما الحكم؟ لا بأس، جائز، لأن الصيام 3 أيام من كل شهر له عدة يعني مسالك، قد يصوم كل اثنين وقد يصوم كل خميس، قد يصوم الاثنين اثنين وخميس واثنين بعده وخميس، المهم أن يصوم 3 من كل شهر. والطريقة الثانية أن يصوم الأيام البيض، فصيام الأيام البيض يتحقق به صيام الأيام البيض و3 من كل شهر، وصيام 3 من كل شهر في غير البيض يتحقق به صيام 3 من كل شهر ولا يدخل فيه صيام البيض. جزاكم الله خير. يقول السائل: عندي 4 بنات وكتبت ملكي بأسماء البنات لأنني لم أنجب ذكورا. إذا كان لك ورثة آخرون كأب وأم ومن يعني يرث ولو بالتعصيب، فلا يجوز أن تكتب المال كله لبعض الورثة، لأن لا وصية لوارث، وإنما يكون المال لجميع الورثة يقسم بعد موتك، وأنت لا تدري أيضا من الذي يسبق بالموت، فبعض الناس قد يكتب لأحد أبنائه فيموت قبله، فيكون هذا فيه خلل، فيكون بعد ذلك المال لورثة هذا الابن، لأبناء هذا الابن. ولو كان هذا الابن يعني جاء قسم الميراث وهو غير موجود ما كتب له وما قسم له نصيب مع إخوته، فالأولى أن لا نبادر بهذه الأمور، وإنما نترك الميراث يقسم القسمة الطبيعية بعد الموت، لأن الإنسان لا يدري من الذي يتقدم وموته ومن الذي يتأخر. جزاكم الله خير. يقول السائل: بعد الإحرام ولباس الإحرام بعض المحرمين يشرب الدخان، فما حكم هذا؟ شرب الدخان محرم عند أهل العلم لما فيه من المفاسد والتبذير، والمسلم إذا أحرم يقول لبيك اللهم لبيك، يعني استجبت لك يا رب في هذه العبادة، فكيف يقول لبيك ويعصي الله؟ ينبغي للمسلم في هذه المواسم، في مواسم الخير، في رمضان، في هذه الأماكن الفاضلة وعند القيام بالعبادات، أن يكون عاصيا لله عز وجل
بل عليه أن يجعل هذه العبادة يعني وسيلة له إلى القرب من الله وإلى ترك التدخين. جزاكم الله خيرا ونفع الله ما قلتم.